السلام عليكم جميعا. يشرفني اكون ممثل عن فاطمه صات لتطوير الوكالة العربيه، تمثيل عن زملائي في المانيا وزملائي في الوطن العربي. انا والزميل حجاوي حابين نحكي لكم عن المبادره وعن شويه عن نشاطها وعن انجازاتها اللي عملتها لوكيبيديا العربيه. احنا جاهزين نبدا، لانه انا بصراحه نصحني ابدا حتى يجهز الوضع. ان شاء الله انها تكون حاجه يعني مفيده اللي حابين نقدمها اليوم، مش بس انه شو احنا عملنا لوكيبيديا العربيه اللي هو مسؤوليه كل واحد فينا. سأحاول ان اتكلم باللغه العربيه الفصحى، نسيت انني لست في فلسطين، فسأحاول ان اتكلم باللغه العربيه الفصحى ان شاء الله. ففي هذه المحاضرة البسيطة سنحاول أن نضبط الوقت على 30 دقيقة، نعرف فيه بعض الأمور الهامة التي قامت بها المبادرة وبعض الرسائل الهامة جدا، وسنترك 10 دقائق تقريبا لفترة أسئلة ونقاش. في البداية سوف تكون هناك نبذة قصيرة عن المقدمة أو المقدمة عن المبادرة وعن المشاريع الحالية فيها وعن الإنجازات والتحديات، ثم نختم أخيرا برسالة نراها مهمة فيما يخص المحتوى العربي بشكل عام والمحتوى العربي على ويكيبيديا العربية بشكل خاص. أتمنى أن تستطيعوا أن تروا هذه الصورة التي تشير في تقرير لموتسيلا ريبورت في 2017 الذي يشير إلى نسبة المحتوى العربي الإلكتروني مقارنة بالمحتوى العالمي. فهذا هو المحتوى الإنجليزي، المحتوى الروسي، وفي أقصى اليمين نرى المحتوى العربي. هناك دراسات عديدة حول المحتوى العربي الإلكتروني، بعضها تقول أنه وصل إلى 1%، بعضها تقول أنه وصل إلى 0.7، وهناك من حسب دراساته يقول بأن المحتوى لا يتعدى 0.001 للأسف، وهي في كل الأحوال أو في أحسن الأحوال حتى لو وصلت إلى 1% فلا تناسب عراقة اللغة العربية، لا تناسب أصالة ولا تناسب غنى اللغة العربية التي تحتوي على، وهي أغنى من اللغة الإنجليزية وتحتوي على عدد هائل جدا من الجذور اللغوية. فنريد أن نجعلها يعني أو الدافع نقص المحتوى الإلكتروني، كان هذا أحد الدوافع التي دفعتنا لأن نجعل اللغة العربية تساهم أكثر بجهودنا البسيطة، ولكن سوف نرى تأثيرها إن شاء الله. فأحد الدوافع كان هو بشكل عام المحتوى العربي قليل. ويكيبيديا كخامس أكبر موقع عالمي الآن وضعت إشارة نجمة، تعني أن هذه النتيجة كانت فيما قبل. الآن هناك بعض المواقع الصينية التي تقدمت على ويكيبيديا، ولكنه من أحد أكبر المواقع العالمية. وعندما نبحث عن شيء إذا كان موجود على ويكيبيديا فتكون هذه هي أول نتيجة. نقطة مهمة جدا لنا في ألمانيا أنه كانت مكانة ويكيبيديا الثقافية، وهنا نرى الفرق بين مكانة ويكيبيديا الثقافية في الدول المتقدمة وفي دول أخرى، أن هناك احترام شديد لها، لأنه مشروع صحيح أنه متطوع ولكنه مشروع متطوع وناجح وبجهود متطوعين، ولكن له احترام شديد. إذا أخبرت إنسان أنا أتطوع في ويكيبيديا ترى هناك نوع من التشجيع لك مباشرة، ولا تريد لا 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 لا, لا, لا تحتاج ان تبرر اي شيء، بالعكس. فالنقص في محتوى الويكيبيديا العربيه كان هو النقطه الحاسمه في دوافع انشاء مبادره التي سنتحدث عنها مع زميلي الجاوي، وخاصه المحتوى العلمي، لاننا كنا في جامعه دورتموند الالمانيه وهي جامعه تقنيه، وكان النقص علمي في سنواتنا الاولى، لم تكن اللغه الالمانيه جيده، احتجنا اللغه العربيه، ولكن لم نجد المساعده التي نرجوها في الكثير من الجوانب الهندسيه والرياضيه وغيرها. ايضا ضعف كل الجوده في المحتوى كان احد الدوافع. ايضا هنا بعض الاحصاءات النجمه تشير الى انها احصاءات قديمه قد تكون تعدلت الان، وهي للاحسن ان شاء الله تعدلت، لكن قله المصادر وان لدينا محتوى فقير او ما يعرف ويكيبيديا بالبذور يمثل 80% من نسبه المحتوى. يعني نحن لم نكن نعرف هذا كاحصاءات او كارقام، لكن كنا نشعر به، وهذا كان احد الدوافع.
لو تحدث عن خط زمني لمبادرة ضاد، فأقول أننا في البداية لم نكن أكثر من فكرة في 2013 عندما جلسنا كأربع شباب في مقهى في جامعة دورتموند الألمانية نتحدث عن هذا الموضوع، ماذا يمكننا أن نساعد، كيف يمكننا أن نساعد. ثم بدأنا في عام 2014 في بداية محلية بأن نجتمع ونترجم. هناك في الحقيقة كنا معزولين عن مؤسسة توكي ميديا، فقط يكون كل منا بترجم من تخصصه، ونجتمع مع كأس الشاي وقطعة الحلوى ونترجم مقالة على ويكيبيديا العربية فقط من باب المساهمة. استمر الأمر 6 أشهر، ثم أتت فكرة أن نقوم بخطوات لاحقة، حيث حددنا أهداف السنوات القادمة وأطلقنا موقع إلكتروني وضعنا عليه الكثير من المقالات التي يحتاجها المساهم العربي، وجمعناها في هذا الموقع الإلكتروني، وأطلقنا مسابقة ضاد التي تتيح لناس من الوطن العربي المشاركة. سوف نرى ذلك أكثر في التفاصيل. فهذه هي الخط الزمني. ثم سجلنا، نحن الآن مسجلين رسمياً في ألمانيا كنادي تطوعي غير ربحي، ممثلين رسمياً ونقوم بمشاريع محلية أيضاً هناك. لكن سيكون الحديث بالدرجة الأولى عن مشاريعنا المتعلقة بالمحتوى العربي اليوم. نحن الآن توسعنا، للأسف الصورة ربما تكون غير واضحة، لكن هذا بعض الزملاء في المبادرة، الزميل حجاوي من فلسطين، الزميلة فاطمة الزهراء من مصر، إبراهيم من فلسطين، لدينا من مصر ومن سوريا والعديد من الزملاء الذين يساعدون دون أن يظهروا معنا في الحقيقة، يساعدون برمجياً ويساعدون مالياً، لأننا في الحقيقة كل الجهود التي نقوم بها تطوعية، ولولاهم لما عملنا شيء في الحقيقة، فأشكرهم أيضاً بهذه المناسبة. لكن نحن كمنظمة أو كمبادرة تطوعية نحاول أن لا يكون عملنا عبثي، فلنا طبعاً قوانين نحاول أن نحرص عليها مع الحفاظ على الجو الودي التطوعي قدر الإمكان. فلدينا أقسام مختلفة، هناك القسم الإعلامي والموارد البشرية والمعلوماتية، وتركيزنا على القسم الويكيبيديا والتقييم في الويكيبيديا والتقييم في ما يتعلق بموضوع الويكيبيديا العربية. هذه الأقسام تحاول أن تعمل بحيث يكون هناك نوع من اللامركزية والتسهيل. بالنسبة للأهداف، أهدافنا هناك عدة أهداف أو تصنيف الأهداف. فيما يتعلق بالمحتوى الويكيبيدي، تهدف مبادرة ضاد لإثراء المحتوى العربي بمقدار 100,000 مقالة بحلول عام 2030، وهي استراتيجية ويكيبيديا. فهذا هدفنا يكون إثراء يعني حقيقي وليس مجرد تعديلات طفيفة ومقالات تريد أن تكون مهمة. ثم نتابع خدمة المشاريع الأخرى لمؤسسة ويكيبيديا، سوف ترون ذلك في تفاصيل أكثر، ما هي الخدمة التي قدمتها المبادرة عندما نتكلم عن الإنجازات. أيضاً من أهدافنا عمل محتوى إلكتروني للأطفال، لقصص الأطفال، هو محتوى فقير. سوف ترون أيضاً مشروع لم نعلن عنه من قبل اليوم إن شاء الله، وسوف نسعى لتحسين عمل الموسوعة، تطوير الموسوعة. هناك أيضاً يعني بعض النقاط التي يمكننا المساهمة والتحسين فيها، وأيضاً المساهمة أكثر في مشاريع ويكيميديا وخاصة مشروع ويكي بيانات المهم جدا. ثم في مرحلة لاحقة إن شاء الله سوف نكون أو نتابع في موضوع ترجمة الكتب للعربي. هذه إحدى الأهداف التي تتعلق بالمحتوى العربي بشكل عام. أما ما يتعلق بثقافة التطوع، فنحن كمنظمة تطوعية لدينا نفس المشاكل التي يواجهها كل من يعمل بشكل متطوع، أن كثير من الناس لا تدرك أهمية التطوع، لا تدرك أن مثلا موسوعة ويكيبيديا كلها ناتجة من جهود متطوعين، يعني لا تدرك قيمة هذا العمل الذي يعني له الكثير الكثير من الفوائد. هذه النقطة نحاول أن نبرزها، نحاول أن نبين أهميتها، سواء كان من زوايا كثيرة. نحاول أن نحتضن ونشجع في الحقيقة، يعني أن نعلم الناس، عندما التحرير في ويكيبيديا، أن نعلم الناس أن يكونوا متطوعين في المشاريع المختلفة. هذه قيمة نحاول أن نغرسها بصراحة، لأنها مهمة جداً. أيضاً نستعين بمقارنات عالمية وعربية لمبادرات تطوعية ناجحة لنؤثر تأثير إيجابي على من يشاركون معنا.
أكتفي في المقدمة هذه النبذة، أتمنى أن تكون أعطتكم تلخيص عن المبادرة، لننتقل لفقرة أكثر تشويقاً، المشاريع الحالية والإنجازات يتحدث عنها زميلنا الجواد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. سوف أتكلم عن المشاريع الحالية لمبادرة ضاد. المشروع الأول الذي نعمل عليه حالياً هو مشروع مصطفى محمود لإثراء لغة الضاد. يهدف هذا المشروع إلى خلط المشاركين لإنشاء مقالات على ويكيبيديا، وأيضاً رفع صور حرة على ويكيبيديا كومونز. لاحظوا الآن أصبحنا نستهدف ويكيبيديا العربية وكذلك ويكيبيديا كومونز، ويتم ذلك من خلال مسابقة تقام كل شهرين، يتم فيها دعوة المحررين إلى المشاركة، والمشاركون الأفضل يحصلون على جوائز نقدية وعينية. أيضاً من ضمن المشاريع التي نعمل عليها هو مشروع مبادرة ضاد لإثراء قصص الأطفال، مشروع حكايات الأطفال. طبعاً الاسم الرسمي للمبادرة هو مبادرة ضاد لتطوير الويكيبيديا العربية، ولكن نحن الآن أصبحنا نعمل خارج ويكيبيديا، والهدفنا الأولي هو إثراء المحتوى العربي وليس فقط ويكيبيديا، ويتم ذلك من خلال عدة مشاريع. هذا هو أيضاً المشروع الثاني الذي يهدف إلى ترجمة 100 قصة مفيدة وحرة للأطفال. تشرف على هذا المشروع زميلتنا ندى الفرة من غزة. والمشروع يمر بعدة مراحل، القصة تمر بعدة مراحل. في البداية يتم ترجمتها، ومن ثم يتم تدقيق الترجمة، وبعد ذلك يقوم خبراء التصميم بتصميم القصة. طبعاً جميع القصص كما ذكرت هي قصص حرة ومرخصة برخصة المشاع الإبداعي أو الرخصة الملكية العامة. بالنسبة للإنجازات التي حققتها المبادرة حتى الآن، فهي تتمثل في هذا فيديو يوضح بعض الإنجازات. لاحظوا المقالات المشاركة في مسابقة مبادرة ضاد من 2016 إلى 2018. الملخص للإنجازات التي قامت بها المبادرة في عام 2016، تم كتابة 1200 مقالة. طبعا هدفنا كان هو 1000 مقالة في عام 2016، ولكن قام المشاركون بكتابة 1200 مقالة. طبعا أنا عندما أذكر كلمة مقالة في مبادرة ضاد، فهذا يعني مقالة غير قصيرة، مقالة خالية من أي ترجمات ركيكة، لأنه كما ذكر زميلي محمد لدينا قسم للتقييم، والتقييم لدينا صارم جدا، وكل المقالات التي يشارك بها المحررون أو المشاركون تخضع لهذا التقييم، ويتم اختيار الأفضل دائما. في عام 2017 كان هدفنا كتابة 2000 مقالة. لاحظوا كيف الهدف تطور من سنة لسنة، وتم قام المشاركون بكتابة 1952، يعني تقريبا حققنا الهدف. في عام 2018 أصبح الهدف 3000 مقالة، وقام المشاركون بكتابة 2990 مقالة. في عام 2019 بدأنا مشروع حكايات ضاد للأطفال، وهدفنا من خلاله إلى ترجمة 100 قصة مفيدة للأطفال. ترجم المشاركون حتى الآن 92 قصة. وأيضا في عام 2019 مشروع مصطفى محمود لإثراء لغة الضاد، هذه أول مرة نقوم فيها بإثراء ويكيميديا كومونز، وهدفنا من خلال مشروع مصطفى محمود إلى رفع 1000 صورة على مشروع ويكيميديا كومونز. تم الآن لهذه اللحظة تم رفع 352 صورة. وبالنسبة للمقالات، هدفنا في عام 2019 كتابة 5000 مقالة، لكن للأسف لم يكن المشاركون إلا بكتابة 1396 مقال. هدفنا من خلال هذا المؤتمر هو دعوتكم للمشاركة. المشاركة بسيطة جدا كما ذكرت، والمسابقة دائما مستمرة كل شهرين، وهناك جوائز عينية ونقدية أيضا للأفضل. أيضا من ضمن الإنجازات التي قامت بها المبادرة هي، طبعا كثير من المستخدمين البارح قالت معهم ما بعرفوا بهذه القوائم. هذه القوائم مفيدة جدا، طبعا كلها من إعداد الزميل محمد عبد اللطيف، وكلها بجودة عالية،
أذكر مثال مثلاً سلسلة المحرر المرئي قام الزميل محمد عبد اللطيف بترجمة الدليل دليل المحرر المرئي من الإنجليزية إلى العربية كاملاً وقام بإنتاج هذه السلسلة. هذه السلسلة ممتازة جداً لمن يود الدخول إلى عالم ويكيبيديا. فيديوهات مختصرة توضح كل شيء من الصفر حتى الاحتراف. وأيضاً فيما يخص مشروع ويكي بيانات، لاحظ الآن نحن نستهدف عدة مشاريع: ويكيميديا كومنز، ويكيبيديا، والآن ويكي بيانات. قام الزميل محمد عبد اللطيف بإنشاء هذه السلسلة، سلسلة ويكي بيانات. طبعاً محمد عبد اللطيف هو أيضاً مستخدم نشط هناك وشارك في مؤتمر ويكي بيانات عام 2017 في ألمانيا. وإن شاء الله كمان أسبوعين راح أشارك أنا في مؤتمر ويكي بيانات. أيضاً هذه القائمة ممتازة جداً تشرح أداة البيت سكان خصوصاً للجدد وكيفية استخراج مقالات للإنشاء أو الإثراء أو التطوير من أي لغة وضمن أي تخصص. وهذه أيضاً قائمة تخص كتابة وتحرير المقالات على ويكيبيديا، ولكن سلسلة المحرر المرئي هناك هي الأحدث وهي التي دائماً ما نعطيها ونقدمها للمحررين. وكما أسلفت يمكنكم أنتم أيضاً أن تستفيدوا منها في حال أردتم خلط الجدد، بإمكانكم تقديم هذه السلسلة لهم 11 فيديو مختصر 7 دقائق 9 دقائق توضح بالتفصيل من الصفر حتى الاحتراف. أيضاً من ضمن الإنجازات التي قمنا بها هو تجميع حوالي 500 ألف مقالة مقترحة للترجمة من عدة تخصصات: علم الفلك، العلوم الطبيعية، التخصصات الهندسية إلى آخره. والمحررون في ويكيبيديا، يعني بلاحظ على مجموعة ويكيبيديا العربية، أصبحوا يقدمون هذا الرابط. هذا بالمناسبة موقعنا الرسمي arabicwiki.org، أصبحوا يقدمون هذا الرابط للجدد حتى يتمكنوا من العثور على مقالات من تخصصاتهم ويقوموا بترجمتها. طبعا المقالات مرتبة، منها المرتب حسب عدد الزيارات ومنها مرتب حسب الحجم. وهذا الرابط أيضا بإمكانكم أنتم تستفيدوا منه. وأيضا في مبادرات أخرى استفادت منه، منها بيت الحكمة. بيت الحكمة عندما تقوم بالترجمة تأخذ المقالات من هذا الرابط. ملخص الإنجازات: تم كتابة أكثر من 7000 مقالة على موسوعة ويكيبيديا العربية. وكما أسلفت عندما أذكر كلمة مقالة هنا، فهذا يعني أنها مقالة كاملة ليست قصيرة ولا تحتوي على أي جمل ركيكة بسبب نظام تقييمنا الصارم. تم هذه المقالات قرأها وزارها أكثر من 50 مليون شخص في الوطن العربي كاملا. وبالنسبة للفيديوهات التعليمية تم إنتاج حوالي 28 فيديو تعليمي. هذه قائمة المقالات المقترحة كما أسلفت، تم تجميع 500 ألف مقالة مقترحة والكل يستفيد من هذا الرابط. أيضا تم خرط حوالي 150 محرر جديد. وفي السابق كنا نشترط على الفائزين أن يخصصوا جزءا من مبلغ الجائزة لشراء كتاب وإرساله لنا، فتم توزيع 40 كتاب وشراء، قام المشاركون بشراء 40 كتاب. الآن يكمل معكم زميل محمد عبد اللطيف حول التحديات التي تواجهها المبادرة. شكراً لك زميل هجام. يعني اقتربنا من الختام، لأن بصراحة ما يعنيني في هذه المحاضرة هو أن نتناقش وأن نجد حلول أو كيف نساعد ويكيبيديا العربية بشكل أفضل، وأيضاً كيف يعني أقدم ما لدي لغيري وأستفيد من غيري مما لدي. فهذا الموضوع اللي هي البارتنرشيب والشراكة والتعاون مع المجموعات وعلى المستخدمين مهم جدا. لكن من النقاط المهمة أيضا ليس فقط أن نذكر الإنجازات التي تمت بل التحديات. فنحن مثلا في 2019 تراجع نسبة المقالات التي تكتب على ويكيبيديا العربية، هذا أحد التحديات. العمل التطوعي بشكل عام، هناك تحديات عامة تواجهنا بشكل عام كمبادرة داز، ومنها ما كما ذكرت ثقافة التطوع. أن تكون مغروسة فينا هذه القيمة كثقافة، أن نتطوع، أن تكون هذا تحدي كبير. يعني لنكن صريحين، أنا من فلسطين، يعني كل ما أتحدث مع حد أخجل أن أتحدث أنني أساعد فيه. ليس أنني لا أتحدث، لا أتحدث، لكن كنت فعلا أخجل أن أتحدث بأنني أسعى في وأعمل في ويكيبيديا. لماذا؟ لأن ستحدث معي لكنك لا تأخذ شيء، مش ليس مهم، وسيكون ممل جدا الحديث معهم لي، فأختصر الموضوع من الأول، فأقول انسى الأمر. هذه ثقافة، ثقافة لها احترام كبير كما ذكرت، وهذا الاحترام وهذه المكانة في ألمانيا كانت هي سبب إطلاق هذه المبادرة، أنها تحترم من البروفيسور قبل طالب المدرسة، هذه حقيقة. فالاستمرارية تحدي كبير أيضا، كيف
يعني نسعى أن يكون متطوع مستمر. نجرب كثيرا في مبادرة طاب، نجرب كثيرا في الحقيقة أننا المتطوع يبقى مستمر فنغير. يعني ربما أحد أسباب تأخرنا في عدد المقالات هذه السنة، بالمناسبة ليس هو الأمر الأهم، لكن أحد الأسباب هو أننا لم نغير نظام المسابقة التي كنا نقوم بها، فبقي نفس النظام مع تعديل أننا أنشأنا مسابقة للصور، لكن التجديد مهم جدا. هذا التحدي لنا أننا كيف نحافظ على المتطوعين الذين شاركوا ربما لسنتين أو لثلاث سنوات، سواء كانوا ضمن المبادرة كمتطوعين في التقييم وغير ذلك، أو ممن يكتبون المقالات، كيف نحافظ عليه؟ هذا تحدي كبير بصراحة يواجهنا، وليس لدينا حل سحري له كما ذكرنا، فمربوط أيضا بنقطة أن يكون هذا الأمر لدينا كثقافة. فهذا يعني أيضا من التنظيم. يعني أحيانا قد يكون أشخاص لديهم الرغبة في عمل شيء، لكن الأمر ليس منظم، وقد تمر سنة أو سنتين ولم يتم شيء. لماذا؟ لأن لم يبادر أحد في أن يكون بتنظيم هذا الأمر. هناك انتظار لشخص يكون بتنظيم كل شيء، وهذه أيضا يعني نقطة يعني حساسة تحتاج إلى مراجعة، وهي أن كل إنسان بإمكانه أن يكون بشيء، لكن ضروري جدا أن يكون حتى العمل التطوعي منظم. أيضا من نقاط التحدي الكبيرة للعمل التطوعي في الوطن العربي بصراحة. يعني نحاول أيضا أن نجد حلول له، لكن يعني ما زال هناك بصراحة الكثير مما نحتاج لعمله. مواجهة المجتمع كما ذكرت، المجتمع لا يتقبل ويكيبيديا. أنا أعطيت محاضرة في جامعة بير زيت وهي أكبر جامعة فلسطينية، وهناك واجهت أساتذة في الجامعة يقولون، بعد أن شرحت لهم كيف أصبحت المقالات بعد تعديلها، المقالة يعني عن موضوع مثلا كان على ما أذكر جمجمة الرأس، الجمجمة موضوع أساسي في الطب، كان يعني فقير، فقام أحد المشاركين من سوريا بإثرائه، أصبح غني جدا، والإخوان السوريين يكتبون بلغة عربية قوية، وأيضا وثقه بأكثر من 138 مصدر على ما أذكر. وما كان من الأستاذ الجامعي كان ليس مهم، يعني ليس مهم كثير، أنه غير موثوق. يعني بإمكاننا أن نجعل الأمر سهل بهذه البساطة وننسى أن له قيمة عالية جدا جدا. يعني لم أذكر أن ويكيبيديا الألمانية أزاحت من الصدارة أعرق موسوعة ألمانية تصدرت الساحة المعرفية لـ200 سنة، هي موسوعة بروكهاوس الألمانية. لماذا؟ مع أنها متطوعة، لكن هي متطوعين وجهود متطوعين، ولكنها عالية الجودة وتعكس ثقافة المجتمع، ثقافة الإتقان، وأيضا ثقافة الاستمرارية، وأيضا تتيح لناس أكبر المشاركة. ونحن الآن في العالم الرقمي، الكل يستعمل الإنترنت، لابد لنا أن نفكر كيف نجذب الناس. فهذه هي كيف نواجه المجتمع أيضا أحد التحديات، ونريهم الجانب الإيجابي ونجذبهم إلى العمل التطوعي، وخاصة في إثراء المحتوى العربي اللي نقوم به. أيضا ما نواجه أن أحيانا المبادرات في الوطن العربي لا تقابل بالتشجيع والاحتضان. يعني هناك نوع من المنافسة غير المطلوبة. يعني أنا كإنسان أقوم بمبادرة، هناك مجموعة أخرى تقوم بمبادرة أخرى، إذا حققوا نجاحات فأرى نفسي هناك وكأني أتمنى أن لا يحققوا أن أبقى أنا الرقم واحد. هذه مشكلة حقيقية. يعني لابد أن يكون هناك فعلا أن ننظر من زاوية أو من مكان بعيد عن المحتوى العربي الفقير والعالم المتقدم والذي يسير بسرعة فلكية نحو يعني في أمور أخرى. فلا يعني أبقى يعني أنافس في أمور بسيطة، لأن هناك الكثير ما لم نعمل به، ونحاول أن نغلب التعاون بيننا. هذه إحدى التحديات التي تواجه مبادرات التطوعية وواجهتنا نحن أيضا. الدعم المعنوي والمادي، يعني نحن لم يصلنا من خارج المبادرة منذ أن أسسناها إلا 20 يورو، هذه الحقيقة. لكن مع ذلك وجهنا بأنكم التمويل ليس مشبوع، والله لا أكذب، يعني أنه من 20 يورو الوصل عندنا حساب رسمي صحيح، لكن هو زملاء المبادرة متطوعين، الأسماء اللي ذكرت بدون صور أحدهم يعني هم الدرجة الأولى، هو طبيب فلسطين. فهذه الحقيقة، يعني أنه الاهتمام قليل، فهذه أحد التحديات. دعونا نتحدث عن التحديات الويكيبيديا ولنكن أكثر صراحة. العلاقة مع المجتمع الخارجي ومع المسابقات بشكل عام تحدي كبير لنا، تحدي كبير جدا. أننا عندما أطلق مسابقة وخاصة إن كانت من خارج الموسوعة، هناك يعني تعامل جاهز أو مسبق،
هذا خطر. يعني انا اذكر انه واجهت صعوبات في البدايه، مع انه يعني الفكره كانت زملائي متطوعين في المانيا ونرغب في عمل شيء ليس اكثر، فالمفروض ان نشعر جميعنا بالنقص ونحاول ان نساعد اي مبادره، نساعدها بالمقالات، نساعدها بالتعليمها، بتوجيهها الى اخره. فهناك التعامل مع العالم من ياتون من الخارج ويرغبون في المساعده، وخاصه اذا كان في مسابقات. وهنا النقطه اريد ان اتوقع عندها قليلا، يعني لاني احيانا المسابقات التي تقدم جوائز ماليه وعينيه مثل مبادرتنا، لاننا نقدم ايضا شهاده التطوع رسميا، ولكن ايضا نقدم جوائز ماليه. بصراحه هي مبالغ رمزيه، واغلب المشاركين لا يفوز، دائما يفوز ثلاث، هم عندنا خمسه ولكن ممكن يشارك 20، والفائزون تقريبا لا يتغيرون كثيرا، لكن هناك ناس يشاركون، هناك جو المنافسه. كثير من المشاركين لا يشاركون بسبب المبلغ الرمزي حقيقة، يشاركون بسبب جو المنافسة، بسبب أيضا أن هناك يعني تصحيح لمقالاتهم، ونقول لهم ما هي الأخطاء وتحسين لمستواهم. يعني سيكون مشكلة كبيرة لو أننا وقفنا في وجه مسابقات كهذه. يعني ما الرسالة التي أريد أن أوصلها، أنه فعلا نحاول أن نكون حذرين، يعني أن لا يعني نؤثر سلبيا على المشتركين في المسابقات. على العكس، طالما أن الموضوع لا يخالف سياسات الموسوعة والإثراء هو جدي وحقيقي، فنحاول أن لا نقف نهائيا في طريقها، بالعكس نساعدها ونستفيد مما لديها ونفيدها. أيضا من أحد التحديات التي، هذا ربما من رأيي أنا الشخصي لو مثل المبادرة فيه، هي التعاون مع الجدد. هذا رأيي الشخصي، أننا لا نستطيع الحفاظ عليهم. يأتي إنسان جديد يكتب رسالة قد لا يرد عليه شخص أو شخصين في مجموعة تضم 6000 ويكيبيديا. أنا أحيانا أستغرب، أنا أغيب أحيانا أشر عن للأسف، لكن هذا ما لاحظه. فالتعامل مع الجذب بشكل عام، يعني أو جذبهم، يعني قد نكسب شخص قد يغير كثير. فتقبل النقد البناء أيضا أظن أننا نحتاج فيه أن ننتقد حتى زملائنا وأصدقائنا عندما يتصرف تصرف لا يوافق سياسة الموسوعة، أو تصرف يضر بالموسوعة أحيانا. لابد حتى لو كان صديق مقرب أن نكون صريحين. وأنا بهذا المناسبة أشكر زميل فرح، لأنه رأيته أحد المدافعين عن الحق. يعني أردت من ذلك، ليس معي، أنا يعني أراه يعني خاصة فيما يتعلق في المواضيع التي تهم الجدد، فهذه نقطة مهمة أيضا. فلذلك الانفتاح والشراكات الداخلية والخارجية، التعاون بين المجموعات المختلفة، التعاون مع المجتمع الخارجي، التعاون مع المبادرات التطوعية سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، يعني نحاول أن يعني نؤسس لقدر من الثقة. لماذا؟ لأن اللغة العربية تحتاجنا، اللغة العربية مهمة جدا ووضعها سيء. يعني هو يتحسن الحمد لله في ويكيبيديا، لكن لو قارناه بميزان المقارنة العالمية فهو ما زلنا بعيدين جدا. لذلك أقترح أيضا أن نسهل وصول المجتمع الخارجي لموسوعة ويكيبيديا للممثلين اليوزر جروبز أو المجموعات المستخدمين، و عمل نوع من يعني اقترح ان يكون هناك فعلا تسهيل اكثر، وربما على موسوعة ويكيبيديا العربيه او على السوشيال ميديا نبدا بموضوع ان نعرف المجتمع ايضا باليوزر جروبس بالخبراء. يعني في مشروع سوف ترى انه بعد قليل في الختام، طبعا يعني احتجت هناك اشخاص، تحدثت مع الزميل جاك عن موضوع الرخص او عن موضوع الشركات، عن موضوع الرخص تحدثت مع شخص اخر، لان انا لم اعرف في البدايه الى اين اذهب، من اسال في موسوعة ويكيبيديا العربية عندما يتعلق الموضوع موضوع الرخص او ترخيص المحتوى. نحن نترجم في مشروع قصص الاطفال، فيعني سيكون اسهل لو اننا نسهل الوصول ونعرف من في موسوعتنا يستطيع ان يساعد في ماذا. ربما مبادرة ذات تستطيع ان تساعد في كل ما يتعلق في التحرير، فيديوهات اصلا جاهزة. موك او ويكيبيديا الجزائر ويكيبيديا الجزائر قامت ايضا بالكثير في ذلك الاتجاه. فايضا تسهيل وصول المجتمع لهذه المعلومات. سوف اختم معكم بان اؤكد لكم جميعا، كما انتم تعرفون وضع اهميه ما نقوم به جميعا في الحقيقه، لينظر الاساتذه ايضا الى موضوع كيف كانت ويكيبيديا العربيه في عام 2004 عندما انطلقت. ف
هذه كانت صفحة موسوعة ويكيبيديا الرسمية عام 2004 عندما انطلقت. الوصلة الحمراء تعني أن البقالة غير موجودة. والآن لنلقي نظرة عليها الآن في عام 2019 بفضل جهود المتطوعين جميعهم. طبعاً عالم آخر لا يمكن المقارنة نهائية. هذه فقط كملاحظة طريفة. يهمني أيضاً أن نجري مقارنة بسيطة الآن. نجري مقارنة بسيطة لنرى التعديلات في ويكيبيديا الإنجليزية وويكيبيديا العربية بشكل مباشر. بمعنى ما ترونه الآن هو عبارة عن بث مباشر للتعديلات كنغمات صوتية. الحجم، حجم الدائرة يشير إلى حجم التعديل. هذه ويكيبيديا الإنجليزية، التعديلات بشكل مباشر عليها الآن. ليست كثير، ربما يتعلق الأمر بموضوع الوقت أننا في النهار. بالعادة الوضع يختلف كثيراً. نعم، الحجم الدائرة يدل على حجم التعديل. هذه كما ذكرت تعديلات بدأت تكثر. تعديلات حالياً على موسوعة ويكيبيديا الإنجليزية. لنلقي نظرة عليها في موسوعة ويكيبيديا العربية الآن مباشرة. الشكل سيكون كالآتي. علينا أن ننتظر التعديل الأول. هي حتيجي أقول أخواننا المصريين. لسه نايمين، مش مشكلة، هو مش يجي التعديل في المساء إن شاء الله. لكن في الأهم اللي هو ويكي بيانات، وسبب اهتمام مبادرة ضاد لتطوير الويكيبيديا العربي في ويكي بيانات، اللي بإمكانكم تشوفوا إحصائيات هامة عملناها باستخدام ويكي بيانات فيما يتعلق بالمحتوى العربي والويكيبيديا. هناك من عدل أو عفوا. فلنذهب إلى صفحة ويكي بيانات ولنرى هناك كيف يكون شكل التعديل. السلام عليكم جميعا. يشرفني اكون ممثل عن فاطمة صاد لتطوير ويكيبيديا العربية، تمثيل عن زملائي في المانيا وزملائي في الوطن العربي. انا والزميل حجاوي حابين نحكي لكم عن المبادرة وعن شوية عن نشاطها وعن انجازاتها اللي عملتها لويكيبيديا العربية. احنا جاهزين نبدا، لانه انا بصراحه نصح لي ابدا حتى يجهز الوضع. ان شاء الله انها تكون حاجه يعني مفيده اللي حابين نقدمها اليوم. مش بس انه شو احنا عملنا لويكيبيديا العربيه اللي هو مسؤوليه كل واحد فينا. ساحاول ان اتكلم باللغه العربيه الفصحى. نسيت انني لست في فلسطين، فساحاول ان اتكلم باللغه العربيه الفصحى ان شاء الله. في هذه المحاضرة البسيطة سنحاول أن نضبط الوقت على 30 دقيقة. نعرف فيه بعض الأمور الهامة التي قامت بها المبادرة وبعض الرسائل الهامة جدا، وسنترك 10 دقائق تقريبا لفترة أسئلة ونقاش. في البداية سوف تكون هناك نبذة قصيرة عن المقدمة أو مقدمة عن المبادرة عن المشاريع الحالية فيها وعن الإنجازات والتحديات، ثم نختم أخيراً برسالة نراها مهمة فيما يخص المحتوى العربي بشكل عام والمحتوى العربي على ويكيبيديا العربية بشكل خاص. أتمنى أن تستطيعوا أن تروا هذه الصورة التي تشير في تقرير لموتسيلا ريبورت في 2017 الذي يشير إلى نسبة المحتوى العربي الإلكتروني مقارنة بالمحتوى العالمي. فهذا هو المحتوى الإنجليزي، المحتوى الروسي، وفي أقصى اليمين نرى المحتوى العربي. هناك دراسات عديدة حول المحتوى العربي الإلكتروني، بعضها تقول أنه وصل إلى 1%، بعضها تقول أنه وصل إلى 0.7. وهناك من حسب دراساته يقول بأن المحتوى لا يتعدى 0.001، وهي
في كل الأحوال أو في أحسن الأحوال حتى لو وصلت إلى 1% لا تناسب عراقة اللغة العربية، لا تناسب أصالة ولا تناسب غنى اللغة العربية التي تحتوي على وهي أغنى من اللغة الإنجليزية وتحتوي على عدد هائل جدا من الجذور اللغوية. فنريد أن نجعلها يعني أو الدافع نقص المحتوى الإلكتروني كان هذا أحد الدوافع التي دفعتنا لأن نجعل اللغة العربية تساهم أكثر بجهودنا البسيطة، ولكن سوف نرى تأثيرها إن شاء الله. فأحد الدوافع كان هو بشكل عام المحتوى العربي قليل. ويكيبيديا كخامس أكبر موقع عالمي الآن وضعت بشارة نجمة تعني أن هذه النتيجة كانت فيما قبل. الآن هناك بعض المواقع الصينية التي تقدمت على ويكيبيديا، ولكنه من أحد أكبر المواقع العالمية. وعندما نبحث عن شيء إذا كان موجود على ويكيبيديا فتكون هذه هي أول نتيجة. نقطة مهمة جدا لنا في ألمانيا أنه كانت مكانة ويكيبيديا الثقافية، وهنا نرى الفرق بين مكانة ويكيبيديا الثقافية في الدول المتقدمة وفي دول أخرى، أن هناك احترام شديد لها لأنه مشروع صحيح أنه متطوع، ولكنه مشروع متطوع وناجح وبجهود متطوعين، ولكن له احترام شديد. إذا أخبرت إنسان أنا أتطوع في ويكيبيديا ترى هناك نوع من التشجيع لك مباشرة، ولا تريد لا 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 لا, 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 لا تحتاج أن تبرر أي شيء، بالعكس. النقص محتوى ويكيبيديا العربية كان هو النقطة الحاسمة في دوافع إنشاء مبادرة التي سنتحدث عنها مع زميلي الجاوي، وخاصة المحتوى العلمي، لأننا كنا في جامعة دورتموند الألمانية وهي جامعة تقنية، وكان النقص علمي. في سنواتنا الأولى لم تكن اللغة الألمانية جيدة، احتجنا اللغة العربية، ولكن لم نجد المساعدة التي نرجوها في الكثير من الجوانب الهندسية والرياضية وغيرها. أيضا ضعف كل الجودة المحتوى كان أحد الدوافع. أيضا هنا بعض الإحصاءات النجمة تشير إلى أنها إحصاءات قديمة قد تكون تعدلت الآن، وهي للأحسن إن شاء الله تعدلت، لكن قلة المصادر وأن لدينا محتوى فقير أو ما يعرف ويكيبيديا بالبذور يمثل 80% نسبة المحتوى. يعني نحن لم نكن نعرف هذا كإحصاءات أو كأرقام، لكن كنا نشعر به، وهذا كان أحد الدوافع. لو تحدثت عن خط زمني لمبادرة ضاد فأقول أننا في البداية لم نكن أكثر من فكرة في 2013 عندما جلسنا كأربع شباب في مقهى في جامعة دورتموند الألمانية نتحدث عن هذا الموضوع، ماذا يمكننا أن نساعد، كيف يمكننا أن نساعد. ثم بدأنا في عام 2014 في بداية محلية بأن نجتمع ونترجم. هناك في الحقيقة كنا معزولين عن مؤسسة ويكيبيديا، فقط يكون كل منا بترجم من تخصصه ونجتمع مع كأس الشاي وقطعة الحلوى ونترجم مقالة على ويكيبيديا العربية فقط من باب المساهمة. استمر الأمر 6 أشهر، ثم أتت فكرة أن نقوم بخطوات لاحقة، حيث حددنا أهداف السنوات القادمة وأطلقنا موقع إلكتروني وضعنا عليه الكثير من المقالات التي يحتاجها المساهم العربي، وجمعناها في هذا الموقع الإلكتروني، وأطلقنا مسابقة ضاد التي تتيح للناس من الوطن العربي المشاركة. سوف نرى ذلك أكثر في التفاصيل. فهذه هي الخط الزمني. ثم سجلنا نحن الآن مسجلين رسمياً في ألمانيا كنادي تطوعي غير ربحي، ممثلين رسمياً، ونقوم بمشاريع محلية أيضاً هناك. لكن سيكون الحديث بالدرجة الأولى عن مشاريعنا المتعلقة بالمحتوى العربي اليوم. نحن الآن توسعنا، للأسف الصورة ربما تكون غير واضحة، لكن هذا بعض الزملاء في المبادرة، الزميل الحجاوي من فلسطين، الزميلة فاطمة الزهراء من مصر، إبراهيم من فلسطين، لدينا من مصر ومن سوريا والعديد من الزملاء الذين يساعدون دون أن يظهروا معنا في الحقيقة، يساعدون برمجياً ويساعدون مالياً، لأننا في الحقيقة كل الجهود التي نقوم بها تطوعية، ولولاهم لما عملنا شيء في الحقيقة. فأشكرهم أيضا بهذه المناسبة. لكن نحن كمنظمة أو كمبادرة تطوعية نحاول أن لا يكون عملنا عبثي، فلنا طبعا قوانين نحاول أن نحرص عليها
مع الحفاظ على الجو الودي التطوعي قدر الإمكان. فلدينا أقسام مختلفة، فهناك القسم الإعلامي والموارد البشرية والمعلوماتية، وتركيزنا على القسم الويكيبيديا والتقييم في الويكيبيديا والتقييم في ما يتعلق بموسوعة الويكيبيديا العربية. هذه الأقسام تحاول أن تعمل بحيث يكون هناك نوع من اللامركزية والتسهيل. بالنسبة للأهداف، أهدافنا هناك عدة أهداف أو تصنيف الأهداف. فيما يتعلق بالمحتوى الويكيبيدي، تهدف مبادرة ضاد لإثراء المحتوى العربي بمقدار 100,000 مقالة بحلول عام 2030، وهي استراتيجية ويكيبيديا. فهذا هدفنا يكون إثراء يعني حقيقي وليس مجرد تعديلات طفيفة ومقالات تريد أن تكون مهمة. ثم نتابع خدمة المشاريع الأخرى لمؤسسة ويكيبيديا، سوف ترون ذلك في تفاصيل أكثر ما هي الخدمة التي قدمتها المبادرة عندما نتكلم عن الإنجازات. أيضا من أهدافنا عمل محتوى إلكتروني للأطفال، لقصص الأطفال، هو محتوى فقير. سوف ترون أيضا مشروع لم نعلن عنه من قبل اليوم إن شاء الله، وسوف نسعى لتحسين عمل الموسوعة، تطوير الموسوعة. هناك أيضا يعني بعض النقاط التي يمكننا المساهمة والتحسين فيها، وأيضا المساهمة أكثر في مشاريع ويكيميديا وخاصة مشروع ويكي بيانات المهم جدا. ثم في مرحلة لاحقة إن شاء الله سوف نكون أو نتابع في موضوع ترجمة الكتب للعربي. هذه إحدى الأهداف التي تتعلق بالمحتوى العربي بشكل عام. أما ما يتعلق بثقافة التطوع، فنحن كمنظمة تطوعية لدينا نفس المشاكل التي يواجهها كل من يعمل بشكل متطوع، أن كثير من الناس لا تدرك أهمية التطوع، لا تدرك أن مثلا موسوعة ويكيبيديا كلها ناتجة من جهود متطوعين، يعني لا تدرك قيمة هذا العمل الذي يعني له الكثير الكثير من الفوائد. هذه النقطة نحاول أن نبرزها، نحاول أن نبين أهميتها سواء كان من زوايا كثيرة. نحاول أن نحتضن ونشجع في الحقيقة، يعني أن نعلم الناس عندما التحرير في ويكيبيديا، أن نعلم الناس أن يكونوا متطوعين في المشاريع المختلفة. هذه قيمة نحاول أن نغرسها بصراحة لأنها مهمة، مهمة جدا. أيضا نستعين بمقارنات عالمية وعربية لمبادرات تطوعية ناجحة لنؤثر تأثير إيجابي على من يشاركون معنا. أكتفي في المقدمة هذه النبذة، أتمنى أن تكون أعطتكم تلخيص عن المبادرة، لننتقل لفقرة أكثر تشويقا، المشاريع الحالية والإنجازات يتحدث عنها زميلنا الجواد. السلام عليكم ورحمة الله. سوف أتكلم عن المشاريع الحالية لمبادرة ضاد. المشروع الأول الذي نعمل عليه حاليا هو مشروع مصطفى محمود لإثراء لغة الضاد. يهدف نذهب إلى صفحة وكي بيانات لنرى. أعتذر عن هذا الخلل التقني، كان في أكثر الفقرات تشويقا في الحقيقة. مشروعي المفضل مشروع ويكي بيانات، عمل إكس سلطة، أحاول مش مشكلة، أحسن شيء. لا مش موجود. أوكي. إذن هناك خلل بسيط. أوكي أجل. هناك خلل بسيط أنها الوكيل البيانات ليست هنا، لكن لا بأس، سوف أذهب إليها مباشرة. فقط ما علي أن أكون بموافقة أن أكتب هناك ويكي داتا.
تسيرا. فقط هذا لنرى التعديلات بشكل مباشر على ويكي بيانات واهتمام المجتمع العالمي به. الموسوعة ويكيبيديا الإنجليزية هي أضخم موسوعة على الإطلاق، هي موسوعة، لكن ويكي بيانات يتطور بشكل يعني أكبر من مراحل من ويكيبيديا الإنجليزية. مهم جدا، ليس فقط لعمل الإحصاءات، ويربط جميع لغات الموسوعة ببعضها، ويمكننا من معرفة الكثير 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 من المعلومات الهامة جدا جدا. والإحصاءات أيضا العلمية والبحثية مما يتعلق في المحتوى الحر. هذا فقط لنرى أهمية مشروع بيانات كرسالة محاولة التركيز عليه. تقريبا وصلنا للختام. ما حب رغبت ايضا في الحديث عن مشروعات ويكيبيديا بشكل عام. مشروعات ويكيبيديا ربما للزملاء الذين من خارج الموسوعه، لتبيان اهميه مشروعات ويكيبيديا نشير إلى التعديلات في الدقيقة. هذا عبارة عن، لدي مشكلة الآن، هذا عبارة عن التعديلات في الدقيقة التي نراها الآن. وكان عندما ألقيت محاضرة حول عدد التعديلات في عام 2017 كان تقريبا 3 مليار و300 مليون. الآن لو ذهبنا إلى صفحة تعديلات المباشرة على مشاريع ويكيبيديا كلها، كما ترون هذه بشكل لايف مباشر عدد التعديلات، وصل تقريبا إلى 4 مليار تعديل. لنرى أهمية المعرفة أو الحرة التي تمثلها مؤسسة ويكيبيديا ومشاريعها. فهذا يتضمن ويكيبيديا، ويكي كومنز وإلى آخره للزملاء الذين هم من خارج الموسوعة. فيبين ايضا الاهميه الكبيره. ففي الختام وصلت الان الى ان اذكر اهميه ما نقوم به هما جميع مساهمين في موسوعه ويكيبيديا ولتطويرها. لا ادري بصراحه السبب، لكن اظن ان سوف أحاول أن أختصر لما يكون جيد في الأخير. هذا فقط أحد 4 متطوعين نحن في المبادرة. كمثال سابق أن عدد زيارات المقالات بلغت أكثر من 2 مليون، وهذه إحصائية قديمة هي الآن أكثر. الفكرة أننا أيضا أوافق زملائي أن عدد زيارات المقالات هو أحد الأمور الهامة التي يمكننا أن نحاول أن نستقطب فيها المتطوعين، بأن ما تكتبه لن يضيع. إذا أتيت بمعلومة موثقة، معلومة جيدة وموثقة، فهذه قد تفيد الملايين. قبل أن أختم سأشكر جميع الزملاء، جميع المتطوعين، أيضا جميع من ذكروا زملاء يعملون في الخفاء. يعني ربما نحن نوعا ما معروفون في ويكيبيديا، لأن كان هناك زملاء ربما منهم جار الله ومنهم شبيب ومنهم الكثير الكثير من الزملاء الذين يعملون، يعني في الحقيقة لهم شكر كبير جدا. ولجميع المتطوعين الذين فعلا ايضا يعرفون قيمه هذه الموسوعه وتعلمنا منهم الكثير، او الزميل علاء النجار، بدون اسماء الشكر فعلا للجميع الذين بنوا هذه الموسوعه او ساهموا في بنائها. واقول ان رسالتنا نحن، هناك مشاكل، هناك تحديات، هناك امور نتمناها، لكن الحقيقه اننا نرى اننا نحن المشكله. اذا كان هناك خلل كما عندنا نقص في إنجازاتنا لهذه السنة فيما يتعلق بالمقالات، لأن هناك خلل بسيط أنها الوكي بيانات ليست هنا، لكن لا بأس، سوف أذهب إليها مباشرة. فقط ما علي أن أقوم به فقط أن أكتب هناك ويكي داتا. فقط هذا لنرى
تعديلات بشكل مباشر على ويكي بيانات واهتمام المجتمع العالمي به. الموسوعة ويكيبيديا الإنجليزية هي أضخم موسوعة على الإطلاق، هي موسوعة، لكن ويكي بيانات يتطور بشكل يعني أكبر من مراحل من ويكيبيديا الإنجليزية. مهم جدا، ليس فقط لعمل الإحصاءات، ويربط جميع لغات الموسوعة ببعضها، ويمكننا من معرفة الكثير 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 من المعلومات الهامة جدا جدا. والإحصاءات أيضا العلمية والبحثية مما يتعلق في المحتوى الحر. هذا فقط لنرى أهمية مشروع البيانات كرسالة محاولة التركيز عليه. تقريبا وصلنا للختام. ما حب رغبت ايضا ب الحديث عن مشروعات ويكيبيديا بشكل عام. مشروعات ويكيبيديا ربما للزملاء الذين من خارج الموسوعه، لتبيان اهميه مشروعات ويكيبيديا نشير إلى التعديلات في الدقيقة. هذا عبارة عن، لدي مشكلة الآن، هذا عبارة عن التعديلات في الدقيقة التي نراها الآن. وكان عندما ألقيت محاضرة حول عدد التعديلات في عام 2017 كان تقريبا 3 مليار و300 مليون. الآن لو ذهبنا إلى صفحة تعديلات المباشرة على مشاريع ويكيبيديا كلها، كما ترون هذه بشكل لايف مباشر عدد التعديلات، وصل تقريبا إلى 4 مليار تعديل. لنرى أهمية المعرفة أو الحرة التي تمثلها مؤسسة ويكيبيديا ومشاريعها. فهذا يتضمن ويكيبيديا، ويكي كومنز وإلى آخره للزملاء الذين هم من خارج الموسوعة. فيبين ايضا الاهميه الكبيره. ففي الختام وصلت الان الى ان اذكر اهميه ما نقوم به وما جميع المساهمين في موسوعه ويكيبيديا ولتطويرها. لا ادري بصراحه السبب، لكن اظن ان سوف أحاول أن أختصر لما يكون جيد في الأخير. هذا فقط أحد 4 متطوعين نحن في المبادرة. كمثال سابق أن عدد زيارات المقالات بلغت أكثر من 2 مليون، وهذه إحصائية قديمة هي الآن أكثر. الفكرة أننا أيضا أوافق زملائي أن عدد زيارات المقالات هو أحد الأمور الهامة التي يمكننا أن نحاول أن نستقطب فيها المتطوعين، بأن ما تكتبه لن يضيع. إذا أتيت بمعلومة موثقة، معلومة جيدة وموثقة، فهذه قد تفيد الملايين. قبل أن أختم سأشكر جميع الزملاء، جميع المتطوعين، أيضا جميع من ذكروا زملاء يعملون في الخفاء. يعني ربما نحن نوعا ما معروفون في ويكيبيديا، لأن كان هناك زملاء ربما منهم جار الله ومنهم شبيب ومنهم الكثير الكثير من الزملاء الذين يعملون، يعني في الحقيقة لهم شكر كبير جدا. ولجميع المتطوعين الذين فعلا ايضا يعرفون قيمه هذه الموسوعه وتعلمنا منهم الكثير، او الزميل علاء النجار، بدون اسماء الشكر فعلا لجميع الذين بنوا هذه الموسوعه او ساهموا في بنائها. واقول ان رسالتنا نحن، هناك مشاكل، هناك تحديات، هناك امور نتمناها، لكن الحقيقه اننا نرى اننا نحن المشكله. اذا كان هناك خلل كما عندنا نقص في إنجازاتنا لهذه السنة فيما يتعلق بالمقالات، فلا بد أننا مقصرون نوعا ما. فستبقى هذه رسالة، وإن كنا سننتقد غيرنا وننتقد في الموسوعة، نتمنى أن يكون نقد بناء، لكن في الحقيقة هذه رسالة وهذا الذي نسعى أن نطوره، ولا ننتظر دائما أن يحل الآخرون مشاكلنا. أنا ختمت، لكن فقط سأريكم كما وعدتكم أن بعض سأريكم في البداية الصفحة حتى لمن يرغب سوف يرى صفحة المبادرة. ها هي تضم
موجود في صفحة في السلايدز، موجود رابط الموقع بكل سهولة، موجود في السلايدز وبكل سهولة ممكن إيجاد هذا نقطة البحث. المشروع مصطفى محمود الذي ذكر زميل حجاوي، المقالات أكثر من 500,000 مقالة، 52 تصنيف فرعي من 12 تصنيف أساسي، مرتبة أيضا حسب الديب إندكس، حسب العمق في المقالات، فتسهل على الكثير. هذه هي الإنجازات على الصفحة، صفحة مشروع حكاية الضاد للأطفال الذي سأريكم أيضا بعضه. هذا المحتوى سيكون حر، كرياتيف كومنس، سيكون سننشره للطفل العربي 100 قصة إلكترونية ليستطيع قراءتها. قد نأخذ بعض المال القليل وقد لا نأخذ، هذا يعتمد فقط على الوضع إن كان سيء جدا. أما هذا هو الموقع dotstories.org يتم بناؤه الآن، سيكون لدينا محتوى كبير من القصص العربية، وهي لهذا العام تقريبا انتهت، يعني كنا وضعنا هدف 100 قصة، 93 انتهت حتى الآن، نضع اللمسات القانونية الأخيرة عليها الآن إن شاء الله لتنشر في 1/1/2020. بعض هذه القصص التي بالمناسبة صممتها زوجتي وفاء، وهي متطوعة أيضا في المشروع لماذا لا نضيف مثل اليرعات، فهي نحن نسعى إلى أن يكون المحتوى هناك محتوى متنوع وهادف يعني نقدمه للطفل العربي. والسبب أنه ليس هناك محتوى إلكتروني كبير، هناك محتوى قديم عن علاء الدين وليلى والذئب ربما كلنا نعرفها، لكن محتوى متنوع، هناك مثلاً قصة الفراشات وغيره من المحتوى، من قصص الأطفال لأعمار مختلفة، كلها طبعاً القصص كانت برخص حرة وترجمناها للغة العربية، وأيضاً سننشرها برخص حرة لا شك. وهناك العمر، هنا القائمون على كل قصة منهم وإلى آخر، فهذه أحد المشاريع. أيضاً أمور علمية، أمور للضحك للأطفال، فهناك تنوع فعلاً كبير، قصص حقيقية، قصص فيكشن أو ساينس فيكشن أو خيال علمي، وكله كله موجود تنوع كبير. أنا ختمت الآن، أتمنى فقط أن يكون هناك بعض الأسئلة اللي أتذكر بعض الأمور التي ربما كنت قد نسيتها، فأشكركم أنا وزميلي حجاوي وبارك الله فيكم. من لديه بعض من الأسئلة بإمكانه أن يسأل، من لديه سؤال بإمكانه أن يتفضل بالسؤال. لكن أي مكان في مشاريع الموسوعة يستقبلها سوف نشر عليه إن شاء الله، لأنه الهدف هي تسهيل الوصول إليها، ستكون حرة بلا شك. أنا ما ذكرت عن موضوع إنه يعني قد نأخذ عليها شيء مادي، هي ربما نعمل لها تطبيق أو نطبعها يعني طباعة ورقية ونبيعها بشكل رمزي بسيط لنعمل به نشاط أو، ولكن ربما لا نعمل ذلك، لكن ستكون متاحة أيضا للتسجيل كلها بشكل مجاني، فمن يعرف ذلك لكم ستكون مجانية بالتأكيد. كل من يعرف الموقع، لكن الهدف أننا سننشرها مجانية فقط، ربما نطبعها ونبيعها لمؤسسة معينة أو نطلب منها التبرع بسيط، لكن في الحقيقة لا نظن أن ذلك سيحدث لأنه لم يحدث منذ 3 سنوات، لذلك ستكون إن شاء الله كلها مجانية بكل تأكيد. شكراً. يعني لاحظت أنه عندكم عيد كبير على مستوى اللغة الضاد بوحدكم، ما عندكمش يعني مساعدة ولا ما كتلقوش مساعدة يعني من جهات مختصة في الدول العربية، يعني وزارات مكلفة يعني والله الأساتذة الجامعيين؟ السؤال اللي طرح الأخ قبل قليل. الحقيقة أنه شكراً على سؤالك، يعني هذا من أحد التحديات اللي ذكرناها، موضوع الدعم المعنوي والمادي. يعني أنا كنت راسلت بخصوص مشروع قصص الأطفال اللي عندنا كثير متطوعين من غزة، وأغلبهم بالمناسبة للمهتمين بالويكي جاب هم نساء،
أغلب المتطوعين في المشروع أكثر من 100 شخص تقدم له. زميلة ندى الفرة من غزة هي المديرة المشروع وقبلت البعض بناء على يعني امتحان عملوه سواء كانوا مترجمين أو مدققين أو مصممين. حاولت رسلت في أكثر من دولة عربية إنه هذا المشروع وهو المتطوعين، لكن يعني إحنا لا نمثل شيء سياسي معين أو معروف في الحقيقة. هذا له دور، معنا رسميين في ألمانيا فلم نحصل على رد، حتى ليس دعم الرد لم نحصل عليه. مع الأسف أكثر من جهة، ربما 10 جهات رسلنا، في قطر رسلنا وتحدثنا عن مشروع إنجازاته، لأن هذه إنجازات يعني واضحة. وأيضا المتطوعين في صفحة المشروع، يعني لدينا هنا صفحة المشروع التي نقوم فيها، كل مترجم يضع اسمه هون، القصة اسم القصة، العمر، نوع الرخصة، يعني شغل يعني عمل بصراحة مرهق لهم. وتمنيت أنا، لم نعلن كنا أن المشروع تطوعي وكلهم شاركوا على أساس أنه تطوعي، لكن تمنينا في مبادرة ذات أن نستطيع أن نقدم شيء بسيط، هو فعلا بسيط. لذلك يعني حاولنا أن نأتي لهم بدعم بسيط، وفي النهاية ما حصلنا عليه في الأخير كان دعم من بلدية دورتموند، لكن بشرط أن نكون بترجمة القصص للألمانية بجانب العربية. ولم نخبر بصراحة الزملاء في المبادرة باستثناء مدير المشروع أن هناك دعم بسيط لهم. انتظرنا حتى ينهوا كل شيء وسيكون هناك دعم بسيط، لكن هو بسيط جدا. وأيضا هناك من يترجم القصص هذه للألمانية حتى نحصل على الدعم، عندنا لم نكن معنيين بالترجمة الألمانية حقيقة. فهذه هي الفكرة. الدعم المهم نظن أنه الدعم معنوي أهم من المادي، يعني هذا وجه نظري للاستمرارية، هذا مهم جدا ومطلوب ونتمنى. يعني الدعم معنوي قد يكون أنه بإيصال ما يحتاج، مثلا لدينا مقالات كثيرة، هناك مشاريع تحتاج مقالات أو تبحث عن مقالات الترجمة، فهذا يعتبر دعم. أيضا إيصال القصص هذه لمن يبحث عن قصص الأطفال، إيصالها حتى لو كان كما ذكرنا نحن في النهاية الرسالة هي أن تعم هذه، هذا يعتبر دعم. وأيضا أي دعم آخر فنرحب به ما لم يكن مشروط، لكن الحقيقة أن التجربة حتى الآن أنه لم يحصل شيء. 20 يورو. أي سؤال آخر؟ أنا عندي تعقيب وليس سؤال. إحنا في برنامج التعليم في الجامعة الهاشمية استفدنا كثير من مبادرة البعض، لأنه الفيديوهات التوضيحية اللي عملها زميلي محمد عبد اللطيف هي بتشكل صراحة واحدة من الأساسات اللي إحنا بنشتغل عليها في برنامج التعليم بالجامعة الهاشمية. يعني عندنا منشور مثبت على صفحتنا على الفيسبوك بيحتوي على فيديوهات من مبادرة البعض، بس استفادوا منها الطلاب في إنهم يتعلموا آلية التحرير على ويكيبيديا. شغلة ثانية أنا أقدر أحكيها من وجهة نظري الشخصية، إنه في طريقين لاستقطاب المحررين الجدد لويكيبيديا. الطريق الأول والسريع هو برنامج التعليم، لكن أنا شخصياً أعتقد إنه في ويكيبيديا العربية الشيء الثاني اللي بيجي بعد برنامج التعليم هو مبادرة البعض. العديد من المحررين الجدد دخلوا ويكيبيديا وأصبح لهم بصمة فاعلة وعن طريق مبادرة البعض بعد برنامج التعليم. شكراً. أنا كمان عندي تعقيب يا محمد، كمحرر في ويكيبيديا وليس كعضو في مبادرة الضاد، زميلنا محمد عبد اللطيف بالفعل قام بجهود عظيمة جدا لويكيبيديا العربية خلال السنوات الماضية، ولكن بصراحة محمد عبد اللطيف متواضع جدا ولم يحصل صراحة على الصدى الذي حصل عليه زملاء آخرون بإنجازات أقل بكثير من الإنجازات التي قام بها زميلنا محمد. بالمناسبة زميلنا محمد هو فلسطيني ولكنه مقيم في ألمانيا، يدرس في جامعة دورتموند للي حضروا متأخر. الفيديوهات التي قام بإطلاقها وإنجازها التي تخص سلسلة التحرير المائي وسلسلة ويكي بيانات هي فيديوهات عالية الجودة، وكما أسلف مصعب نحن نستخدمها في برامج التعليم حتى، يعني حتى للمتطوعين الجدد اللي بيجوا على ويكيبيديا نحن نقدم لهم هذه الفيديوهات. أنا صراحة أقدر جدا جهودك زميلي محمد وكل الشكر لي. حقيقة يعني كما ذكرت شعرنا نحن المشكلة، وأنا يعني بشكر زملائي جميعهم. الحقيقة أنه أنا مثلاً حجاوي بيعرف عندي أشهر كنت غايب فيها لظروف معينة، وهو اللي كان قايم كل شيء، فهو اللي بيتواضع مش أنا. الحقيقة أنه هي جهود تطوعية، يعني في ناس في المبادرة أنا ما شفتهم في حياتي، سواء اللي من سوريا أو اللي من مصر،
جمعنا نفس الهدف يعني، او حتى مع مؤسسه مع موسوعه ويكيبيديا جميع الزملاء اللي فيها، يعني اشي رائع بصراحه العلاقات اللي بتخلقها هاي المساهمه النبيله، وبنتمنى انها تقوى، وبنتمنى انه جميعنا نتساعد فعلا، يعني انه كل واحد فينا يفكر انه اذا خسر شخص قد يكون خسر كثير كثير، او الموسوعه خسرت كثير، هذا الشخص قد يكون له تاثير كبير جدا. انا اذكر مثال خطر لي الان، شارك معنا مشترك يكتب يعني في ضمن مسابقة ضغط، كان يكتب عن موضوع الطيران ومحركات الطيران، لكن كان يكتب من كتب كتاب كامل، فكنت أنا في التقييم يعني أعطيه يعني رصيد سيء لأن الموسوعة ليست للكتب، أكتب باختصار، لكن هو كان متجاوب مع الملاحظات لأن هناك ملاحظات وكان يصحح من نفسه. الآن هو أكثر من أثرى محتوى الطيران على موسوعة الكبيدة العربية، يعني فنحتاج للصبر معهم في الحقيقة. يعني في البداية كنت أنا ضده وزملائي كان يقول له يعني اصبر علي أكثر. وهذه الحقيقة نحن جميعنا نخطئ، لكن مهم جدا أن لا نخسر ولو شخص واحد. لذلك لو زميلي عمل خطأ لابد أن أحاول أن أصحح، يعني نساعد بعضنا على الخير إن شاء الله جميعنا. حبينا نبدأ بداية سهلة، فكانت البداية إنه في محتوى حر already حر creative commons يعني موجود ضخم ومتنوع في أكثر من 50 تصنيف، ويعني فينا نقدمه للطفل العربي، فكنا نبدأ في مشروع الترجمة بالأول قبل التأليف لأنه بيحتاج خاصة التصميم، لأنه بصراحة يعني التصميم كمان مش سهل يعني مرهق جدا في الوقت، وأيضا المواضيع القانونية، لذلك يعني حتى احنا محتاج مساعدة في الأشياء القانونية المتعلقة برخصة المشاريع، كيف ننشرها، مين هو صاحب الحق بالضبط، هل هم المؤلف والمصمم ولا كمان الناشر، ففي أسئلة يعني شوي معقدة احنا يعني مش حبيناش بداية كبيرة جدا. فهي الفكرة انه يعني ممكن نفرجيك القصة نفسها، هي يعني القصة بتكون مرفوعة من هي البلاتفورم عليها القصص كلها بالإنجليزية، وتشوف الرخصة اللي فيها، وكنا بتجميعها وبأخذ الرخص منها وبأخذ الرخصة اللي هننشر فيها إلى آخره. فهذه القصص بشكل عام يعني عملنا لها حسب الريتنج والتقييم، اخترنا الأفضل 100 بحيث نعمل عليها. هذه هي القصص الموجودة واللي بنعمل عليها. نشرنا عن الموضوع مش كثير على موسوعة ويكيبيديا العربية لأنه بصراحة في متطوعين كثير، هو المشروع الوحيد اللي متطوعين بزيادة كثير. ف يعني في البداية تقدم ناس من الصين وناس يعني فعلا كثير كثير ناس كانوا مهتمين، لكن الزميلة ندى هي كان عندها برضو نظام إنه في امتحان بدك تترجم تعطيه فقرة بعتنا الترجمة، لأنه مثل ما شفتوا يعني الترجمة احنا يعني فيها فيها الحركات وهذا الشيء كله بياخذ وقت وجهد، يعني فمش الكل كان ينجح، البعض كان يعمل ترجمه ناقصه. ففي نتمنى انه ان شاء الله السنه 2020 راح يكون في تطبيق صوتي له كمان ينتشر مع يعني توسيع المشروع كمان، اللي هو راح يكون كلياته للمعنيين على صفحه thatstories.org. هي الموقع موجود لكن بيتم بناؤه حاليا، وبإمكان الجميع أن ينزل القصص وينشرها لأي شخص. نعتذر كمان مرة على الخلل، نعتذر على الإطالة لأنه الزميل أنس بيحكي أنه إحنا خلصنا متأسفين جدا. السلام عليكم. لو أنس يسمح لي. تفضل. السلام عليكم، مشكورين على فقط في إختار أن هناك انفجار في كبير اليوم، لماذا لا يتم التركيز على الفيديو فقط من اجل تسهيل المعرفه الفيديو موجود بصراحه، كنا سننشره اليوم. تقصد فيديو على المبادره؟ نعم.
وين كاين الفيديوهات؟ ربما اليوم الفيديو هو احسن وسيله للتعلم. احسنت، يعني بصراحه كنا حننشر فيديو مع شريك لنا كان حينشر الفيديو، لكن كما تعرف التحديات العمل التطوعي ايضا التاخر لكن هو الحقيقه الفيديو موجود، كنا حننشره اليوم لكن ما عجبتناش نسخه كثير، حبينا انه يكون مش موجود، مش موجود عندي على المكان الاخر مخزن، هو موجود ان شاء الله حننشر كمان، يعني اتمنى ما يكونش فتره طويله لانه بصراحه ملخصين فيه كل شيء. يعني عندك الحق وشكرا لك على الملاحظه، شكرا، يعطيك العافيه. فلابد اننا مقصرون نوعا ما، ستبقى هذه رسالة وإن كنا سننتقد غيرنا وننتقد في الموسوعة نتمنى أن يكون لقد بنا، لكن في الحقيقة هذه رسالة وهذا الذي نسعى أن نطوره ولا ننتظر دائما أن يحل الآخرون مشاكلنا. أنا ختمت لكن فقط سأريكم كما وعدتكم أن بعض سأريكم في البداية الصفحة حتى لمن يرغب سوف يرى صفحة المبادرة، ها هي تضم موجود في صفحة في السلايدز، موجود رابط الموقع بكل سهولة، موجود في السلايدز وبكل سهولة يمكن إيجادها أيضا في البحث. مشروع مصطفى محمود الذي ذكر زميل حجاوي، المقالات أكثر من 500,000 مقالة، 54 تصنيف فرعي من 12 تصنيف أساسي مرتبة أيضا حسب الديب إندكس، حسب العمق في المقالات، فتسهل على الكثير. هذه هي الإنجازات على الصفحة، صفحة مشروع حكاية ضاد للأطفال الذي سأريكم أيضا بعضه. هذا المحتوى سيكون حر، كرياتيف كومنس، سيكون سننشره للطفل العربي 100 قصة إلكترونية ليستطيع قراءتها، قد نأخذ بعض المال القليل وقد لا نأخذ، هذا يعتمد فقط على الوضع إن كان سيء جدا. أما هذا هو الموقع dotstories.org يتم بناؤه الآن، سيكون لدينا محتوى كبير من القصص العربية، وهي لهذا العام تقريبا انتهت، يعني كنا وضعنا هدف 100 قصة، 93 انتهت حتى الآن، نضع اللمسات القانونية الأخيرة عليها الآن إن شاء الله لتنشر في 1/1/2020. بعض هذه القصص التي بالمناسبة صممتها زوجتي وفاء، وهي متطوعة أيضا في المشروع لماذا لا نضيء مثل اليارعات، فهي نحن نسعى إلى أن يكون المحتوى هناك محتوى متنوع وهادف، يعني نقدمه للطفل العربي، والسبب أنه ليس هناك محتوى إلكتروني كبير، هناك محتوى قديم عن علاء الدين وليلى والذئب ربما كلنا نعرفها، لكن محتوى متنوع، هناك مثلا قصة الفراشات وغيره من المحتوى من قصص الأطفال لأعمار مختلفة، كلها طبعا القصص كانت برخص حرة وترجمناها للغة العربية وأيضا سننشرها برخص حرة لا شك، وهناك العمر، هنا القائمون على كل قصة من هم وإلى آخره، فهذه أحد المشاريع. أيضا أمور علمية، أمور للضحك للأطفال، فهناك تنوع فعلا كبير، قصص حقيقية، قصص فيكشن أو ساينس فيكشن أو خيال علمي، وكل موجود تنوع كبير. أنا ختمت الآن، أتمنى فقط أن يكون هناك بعض الأسئلة اللي أتذكر بعض الأمور التي ربما كنت قد نسيتها، فأشكركم أنا وزميلي حجاوي وبارك الله فيكم. من لديه بعض الأسئلة بإمكانه أن يسأل، من لديه سؤال بإمكانه أن يتفضل بالسؤال. الرسمي 1/1/2020 هي حتنشر كلها،
يعني على ويكي ويكي كتب على ما أعتقد إحنا مشهورة، لكن أي مكان في مشاريع الموسوعة يستقبلها سوف نشر عليه إن شاء الله، لأنه الهدف هي تسهيل الوصول إليها، ستكون حرة بلا شك. لأن ما ذكرت عن موضوع إنه يعني قد نأخذ عليها شيء مادي، هي ربما نعمل لها تطبيق أو نطبعها يعني طباعة ورقية ونبيعها بشكل رمزي بسيط لنعمل به نشاط أو، ولكن ربما لا نعمل ذلك، لكن ستكون متاحة أيضا للتنزيل كلها بشكل مجاني، فمن يعرف ذلك لكم ستكون مجانية بالتأكيد، ولكل من يعرف الموقع، لكن الهدف أنا سننشرها مجانية فقط، ربما نطبعها ونبيعها لمؤسسة معينة أو نطلب منها التبرع بسيط، لكن في الحقيقة لا نظن أن ذلك سيحدث لأنه لم يحدث من 3 سنوات، لذلك ستكون إن شاء الله كلها مجانية بكل تأكيد. شكرا. يعني كلاحظ أنه عندكم عيد كبير على مستوى اللغة الضاد بوحدكم، ما عندكمش يعني مساعدة ولا ما تطلبوش مساعدة يعني من جهات مختصة في الدول العربية يعني وزارات مكلفة يعني والله السؤال اللي طرحته قبل قليل. الحقيقة أنه شكرا على سؤالك، يعني هذا من أحد التحديات اللي ذكرناها موضوع الدعم المعنوي والمادي. يعني أنا كنت راسلت بخصوص مشروع قصة الأطفال اللي عندنا كثير متطوعين من غزة، وأغلبهم بالمناسبة للمهتمين بالويكي جاب هم نساء. أغلب المتطوعين في مشروع أكثر من 100 شخص تقدم له. زميلة ندى الفرع من غزة هي المديرة المشروع وقبلت البعض بناء على يعني امتحان عملوه سواء كانوا مترجمين أو مدققين أو مصممين. حاولت رسلت في أكثر من دولة عربية إنه هذا المشروع وهو المتطوعين، لكن يعني إحنا لا نمثل شيء سياسي معين أو معروف في الحقيقة، هذا له دور معنا رسميين في ألمانيا، فلم نحصل على رد حتى ليس دعم الرد لم نحصل عليه، مع الأسف أكثر من جهة ربما 10 جهات رسلنا في قطر رسلنا وتحدثنا عن مشروع إنجازاته لأن هذه إنجازات يعني واضحة، وأيضا المتطوعين في صفحة المشروع يعني لدينا هنا صفحة المشروع التي نقوم فيها كل مترجم يضع اسمه هون القصة اسم القصة العمر نوع الرخصة يعني شغل يعني عمل بصراحة مرهق لهم، وتمنيت أنا لم نعلن كنا أن المشروع تطوعي وكلهم شاركوا على أساس أنه تطوعي، لكن تمنينا في مبادرة الضاد أن نستطيع أن نقدم شيء بسيط هو فعلا بسيط، لذلك يعني حاولنا أن نأتي لهم بدعم بسيط، وفي النهاية ما حصلنا عليه في الأخير كان دعم من بلدية دورتموند، لكن بشرط أن نكون بترجمة القصص للألمانية بجانب العربية، ولم نخبر بصراحة الزملاء في المبادرة باستثناء مدير المشروع أن هناك دعم بسيط لهم، انتظرنا حتى ينهوا كل شيء وسيكون هناك دعم بسيط، لكن هو بسيط جداً.